لو كان تاعك طولانين دو باس ماشي حتى يدخل باش تدخل طولانين دو باس. وهنا اللي زيد ياسين راك هنا ياسين هنا غادي يدخل سامير تيكوفر هنا. هذا هو البروبليم، هذا هو الصوت لافايا هنايا نيفو دي كولوار المدرب لي دو كولوار هنا تاك داخل هنا دونك تي برون قناي او دي او دي بار فيرمي لي زانترفال سامير او دي بار ماشي حتى يدخل باش طبعا الاخوه المتفرجين راكين يسمعوا هذا الكلام، احنا لا رانا ما نسمعوش. اذا هنا نظن تدخلات الاخوه الفنيين. المدرب تاع فريق دار البيضاء سي مقراني راه ياكد على اللاعبين تاعهم ويقول لهم نلعبوا جو انتيريور بليز افيكاس. سما فريق النبار مخصوصين في الروبون سي بور سا يعني فريق دار البيضاء يحوس جو انتيريور الداخل يلعب. إذا غناي راح يستفد من تسديدتين حرتين، هل هذا يسمح لصلب عنابة من فتح باب التسجيل؟ بالفعل. إذا النقطة الأولى، النقطة الأولى لصالح صلب عنابة، وفي انتظار التسديدة الثانية بسهولة كبيرة من طرف غناي صاحب الخبرة والصاحب يمثل اليوم ركزة أساسية في صفوف صلب عنابة. بينما في الاخضر السديم راح يقوم بالتوزيع. كان تعاون كبير، تعاون كبير مع طبعا عبد اللطيف، صراع كبير دائما العمل يتم من الخارج وبثلاث نقاط نجاح، ثلاث نقاط من طرف مسلم الناصر. اذا النتيجه تتقاسي عفوا رقم اربعه اللي يتمكن العمل اللي يتم عن طريق من الخارج بالنسبه لاتحاد دار البيضاء يتم بطريقه ناجحه. اذا يسترجع الكره بسهوله كبيره ومحاوله استعمال الكره الاولى، لكن الكره ما كانتش تم تمرير الكره ما تمش بدقه كبيره، دقه كبيره الشيء اللي سهل للصلب عنابه من استرجاع الكره. اذا شهاب بيبحث عن اللاعب رقم أربعة اللي هو بو غالب، ثم أوكيد زيد سلا خطأ تاع لاعب عنان. هنا شاهدوا لاعب عنان ارتكب خطأ داخل المنطقة، لهذا يسمح له القانون باش يسلى ويزيد رمية حرة. رمية حرة إذا للاعب أوكيد، حتى أوكيد عنده كل مواصفات اللي يكون لاعب محوري. نعم اللاعب هذا أوكيد لاعب صغير في السن يعني مع المقابلات راح يظهر بقوة في الأسابيع القادمة إن شاء الله. إذا الدقيقة السادسة من الشوط الأول لهذه المباراة اللي تجمع بين صلب عنابة اللي يظهر حاليا في الدفاع باللباس الأزرق واتحاد دار البيضاء، والنتيجة 11 مقابل 5 لصالح فريق اتحاد دار البيضاء كما نشاهد. إذا في السبورة شكرا للإخوة الفنيين والمخرج بالعيد على هذه المتابعة. إذا الكرة تبقى دائما لصالح بالأخضر ومحاولة الاقتراب والعمل دائما من الخارج. إذا الدخول بالكرة واللعب تحت سلة قليل جدا، هذا الاختيار كما قلت بلال لأنه مرتبط بعدم وجود عناصر قوية. نعم فريق دار البيضاء يعني يعمل مستحيل باش يلعب داخل السلة، ما يلعبش من برا باش يخلق مشاكل صلب عنابه، واللاعبين المحورين تاع صلب عنابه يرتكبوا اخطاء خاطر عنابه ما عندوش احتياطيين تما طوال. اذا نسترجع الكره والذهاب بسرعه كبيره بسرعه كبيره، واكيد يسجل السله الثانيه له بعد ما سجل رميه حره. اذا خمس نقاط بالنسبه لاكيد من بين النقاط السبعه، 11 7. اذا بين سبع نقاط اللي سجلها صلب عنابه خمس نقاط هي من طرف اكيد. أكيد اللي هنا يوجد صعوبة كبيرة في الدفاع، فريق صلب عنابة اللي يوجد صعوبة كبيرة أمام اللاعب رقم 11 مسلم اللي يمثل خطورة كبيرة ومحاولة مشي بالكرة. إذا الخطأ الفني الأول مشي بالكرة. سيدي حموت الحاكم الثاني في هذه المباراة اللي شاهدوه في الصورة يسمح لكرة والهجوم يعود لصالح سوسيدو رقم 9 سوسيدو، ثم أبو غانم من خارج دائرة 9 أمتار كاد من خارج. طبعا محاولة بثلاث نقاط، محاولة بثلاث نقاط، نوع من التسرع في هذه اللحظة بين اللاعبين. نعم اللاعبين هم يفرقوا ما بين السرعة والتسرع، لهذيك خلق تسمى أخطاء فنية كبيرة على اللاعبين. إذا نشاهد النول عناصر الفريقين ما راهيش تستعمل 30 ثانية اللي يسمح لها القانون في تحضير الكرة وتحضير اللاعب اللي يكون في وضعية خلق وضعية التسديد. سوسيدو غناي غناي يبقى يبحث عن لاعب متحرك، مراقبة فردية ودفاع رجل لرجل متشدد هنا. نعم احنا نعرفوا بلي فريق دار البيضاء يلعب دائما دفاع رجل لرجل، هذه معروفة في فريق
من بداية المقابلة يلعب زعما راجل مراجل دوك يكمل يعني يقدر يروح حتى المقابلة كامل ويلعب راجل براجل. عنده إمكانيات كبيرة وعنده لاعبين محضرين مليح دونك يقدر يلعب راجل براجل. وشهاب رقم 10 يتمكن من الحصول على رمية حرة بعد طبعا العمل اللي كان يقوم به فريق صلب عنابة ومحاولة التحرر، لكن المراقبة الفردية خلات فريق استوالي يرتكب خطا. اذا نسبه تسديد هي 50% بالنسبه للرميتين الحرتين، الشيء اللي يخلي النتيجه الان تتقلص وتصبح 11 مقابل 8 دائما لصالح دار البيضاء. مش بالكره من طرف لاعب دار البيضاء عبد الملك، مش بالكره، ولهذيك فريق عناب راح يستفيد من هذا الهجوم. وهو الخطا الفني الثاني المشي بالكره اللي سجلناه في ظرف تقريب دقيقتين. إذن بوغلم يبحث عن لاعب متحرر طب في الوقت اللي يقظة كبيرة في صفوف اتحاد دار البيضاء وصعوبة لاسترجاع هذه الكرة. سوسيدو يتسارع وخطأ يرتكب من طرف اللاعب رقم 11 مسلم ناصر، والأخطاء هذه الهجوم الثالث وثالث أخطاء. أخطاء يتكرر بزاف وخاصة من اللاعبين المحوريين، رغم يخطئوا بزاف تحت اللوحة. إذن لاعب سوسيدو رقم 9 اللي رايح يقوم بتنفيذ المحاولتين الحرتين. دقة التسديد نشاهدها اليوم ماهيش عالية كثير حتى في التسديدات الحرة. إعادة إذن لأنه هناك تحرك لعناصر الدفاع قبل التسديد، الشيء اللي يعطي فرصة ثالثة لسوسيدو بعد إخفاقه في المرة الأولى والثانية. إذن بسهولة كبيرة يسجل النقطة التاسعة. خلص النتيجة هنا بعد ما فريق صلب عنا مر بمرحلة فراغ. مرحلة فراغ هنا راح أرجع بقوة وراه هو اللي يقود في المقابلة. صعوبات كبيرة توجدها فريق إذن اتحاد دار البيضاء واسترجاع الكرة من طرف وكيد. سرعة كبيرة في الصعود بالكرة وبسهولة كبيرة يعدل إذن غناي النتيجة رقم 13 في هذا الهجوم السريع، يعدل النتيجة 11-11. المقابلة الآن اللي تبدأ تنطلق. نعم، لاحظنا بعد ما طلب مدرب صلب عنابة بقشابية وقت مستقطع فريق عنابة رجع بقوة بعد ما كان منهزم ب 8-0، رجع بقوة وراه يلعب في مقابلة في المستوى يعني ويقدر زعما يكمل بهذا نفس الريتم، هذا راح يخلق مشاكل كبيرة لفريق دار البيضاء. وعنان بسرعة هذا المحاولة تاع غناي وسل التعديل النتيجة 11-11، وهذا قبل ما يتمكن اللاعب عنان من إعطاء التفوق من جديد لصالح دار البيضاء. و في صراع آخر تحت السلة إذن تبقى الكرة لصالح فريق دار البيضاء. محاولة بثلاث نقاط وأوكيد يبقى حضري إدي حاليا. أوكيد من أحسن اللاعبين يعني راهو قايم بدور كبير بصفته لاعب محوري، يعني كما قلوا الفرصة جاته باش يلعب المقابلة، راهو قايم بدور كبير في عملية الروبون. تمكن من استرجاع عدة كرات ويفرض نفسه أمام عناصر قوية من اتحاد دار البيضاء. وبوغان سوسيدو إذن صعوبة كبيرة لوجود لاعب متحرر. خطأ من المدافع، خطأ من لاعب دار البيضاء الأخضر سليم. إذن الأخطاء، عدد الأخطاء الإجمالية لفريق 6-2. إذن فيما يخص الأخطاء فريق دار البيضاء راه يلعب على أعصابه اللي يرتكب هذه الأخطاء. فريق دار البيضاء ماهوش مركز في الدفاع، ماهوش مركز بزاف في الدفاع، لهذيك هو يرتكب أخطاء كبيرة. شهاب كان موزع يوجد غناي ثم لشهاب بالبحث عن واي يتوغل يدخل، لكن ما كانش تنسيق بين اللاعبين. خطأ آخر من طرف اللاعب عنان. إذن في ظرف تقريبا 30 ثانية خطأين من نفس الفريق اللي هو فريق اتحاد دار البيضاء اللي يرتكب الخطأ السابع. وعندنا لاعبين لهم خطأين وهذا في 10 ثواني في 10 دقائق الاولى. فريق دار البيضاء راهو كما يقولوا راهو يدير بزاف الاخطاء
وهذا يساعد فريق عنابه باش يولي في المقابله. ودوك يعني الفريق دار البيضاء كيف وطي من الفوق، يعني الفريق فريق صوب عنابه عنده دائما رميات حره، رميات حره، ويتمكن غناي بعد ما استفاد من الرميتين الحرتين. التعديل الثاني للنتيجه في 13-13. الوقت اذا الخاص بهذه المباراه 10 دقائق تمر من الشوط الاول طبعا، والنتيجه متعادله 13-13. سهوله كبيره كان طرق بها، وهنا صراع كبير في الدفاع سلة ناجحة من أيت قاسي. أيت قاسي إذا يتمكن من إعطاء التفوق من جديد 15-13 لصالح اتحاد دار البيضاء. وبوغانم، بوغانم من تفاهم كبير بينه وبين غنيل اللي ما يستغلش هذه الكرة الأخيرة بطريقة ناجحة. إذا سرعة كبيرة في الصعود بالكرة بالنسبة لي، وخطأ كما كبير يكون خطأ لكن ما اعتبروش الفريق، لا مرور بالقوة إلا خطأ للدفاع. لا هذا ما كانش خطا هنا، الحكم ما صفرش خطا، اللاعب ارمى الكره ما ارتماش على المدافع. وكنا نشاهد هذه الاعاده الخاصه بسله ايت قاسي، وهي سله التفوق من جديد، ووقت مستقطع، وقت مستقطع طبعا يطلبوا فريق اتحاد لا ممكن نسمع لجهه مدام فريق اتحاد دار البيضاء هو اللي طلب الوقت المستقطع، نتابع ماذا يحدث. Donc il y a plus d'agressivité en défense. Vous n'êtes pas agressif. Que ce soit sans ballon ou avec ballon. Si on se réveille pas en défense, on ne pourra pas jouer en attaque. Et même la relance, elle est lente. Elle est lente. On les laisse se placer en défense, on va nous donner le mouvement. Ahmed, réveille-toi. Attention, le mouvement déclenche en ta position. Plus rapide, plus rapide. Essayez de ne pas jouer sur le pivot, de faire sortir Lili qui shoot. Hein. Pivot, pas de shoot. La shooté, qui te ferait, je m'a shooté. Khalil Wali shooté. Khalil Wali shooté. Qui te ferait, je m'a shooté. سنا ليلي هو اللي باس. بوغانم وغناي بالدرجه الاولى، ثم ممكن نضيف لهم اوكيد حتى شهاب الموزع هو الاخر له دور تاعو وله كلمته. وفي الاخير هذا الصراع يبقى، يسترجع الكره بطريقه فوضويه وتبقى في صالح اذن دار البيضاء، والصراع يتواصل تفوق في تحت السله حاليا لدار البيضاء بعد ما استيقظ اوكيد في فتره معينه. ايه دوك نقطة الضعف تاع فريق عنابه هو كما قلنا اللاعبين المحوريين، ما عندهمش لعب وكيت سي فري او قايم بدور كبير، بصح مخصوص خبرة تجربة، لهذيك تسمى راهم يستغلوا هذه الفرصة اللاعبين تاع شباب دار البيضاء، وراهم ياخذوا لي روبون وراهم يستغلوا بالاخطاء تاعهم. الرمية الثانية للاعب عنان، إذا تبقى النتيجة مستقرة في 19-18. سرعة كبيرة، لشهاب، والتفوق الأول إذا لصالح صلب عنابة في الدقيقة 13. 20 مقابل 19. أي تقاسي في التوزيع، وهذه الإعادة للعمل والصعود السريع لهذا الهجوم. إذا 20 مقابل 19، أول مرة مشي بالكرة، مشي الثالث في المقابل لفريق شباب دار البيضاء. اخطاء فنيه كبيره. انذا نشاهد انه المباراه طبعا لم تكن سهله كما كنا نشاهدها في الخمس دقائق الاولى اللي كانت السيطره تقريبا مطلقه لصالح صلب عنابه. واكيد في هذا العمل نوعا ما مهاره فنيه غير واضحه، اكيد رقم 15 يتمكن من تسجيل وخطا على اللاعب بوغانم. إذا شاهدوا أكيد في هذا العمل واللي يتمكن من تسجيل السلة اللي سمحت لصلب عنابة من تسجيل نقطة 22، ويصبح الفارق 3 نقاط لصالح. وهنا شاهدوا العودة القوية لفريق صلب عنابة في الدقائق الأخيرة تاع نهاية الشوط الأول. فريق صلب عنابة أو يعرف كيفاش يدافع، لهذا ولا في المقابلة. أي تقاسي شاهدوا هناك كان قوي بعد ما سدد وبعد ما تمكن من استرجاع الكرة. الكرة تضيع يتحتم على صلب عنابه نظن على اتحاد دار البيضاء من طلب وقت مستقطع، لانه الفريق ما راهش يدور كما الفريق ماهوش لعب مليح تاع شباب دار البيضاء، لهذا المدرب راهو حاب يطلب وقت مستقطع. بوغانم ونفس الاسلوب، نفس الفانتازيا فيما يخص العمل. واكيد يتصارع ثم سوسيدو، في حدود ارتكاب الخطا من دفاع اتحاد دار البيضاء. صعود سريع جدا من طرف اللاعب تومي، ثم راح يوجد اللاعب رقم 11 اللي هو مسلم. هنا خطا من اللاعب رقم 4 ايت قاسي ياسين، لهذا فريق عنابه راح يستفد من رميتين حرتين.
لانه الاخطاء تجاوزت 7 أخطاء جماعيه بالنسبه لفريق الاتحاد. وشاهدنا العمل في هذه الاعاده طبعا اللي كانت سله غير ناجحه، لكن اللاعب رقم 4 عايف قاسي كان ارتكب الخطا، وشهاب في تسديدتين الحرتين. ونذكر انه فيما يخص التسديد في هذه المباراه خاصه في التسديدات الحره ضعيف نسبيا، والنتيجه تصبح 23 مقابل 19 دائما لصالح صلب عنابه منذ الدقيقه 13، واحنا الان نعيش الدقيقه 14 من هذا الشوط الاول من مباراه اليوم العاشر بالنسبه لصلب عنابه واتحاد، محاوله اخرى غير ناجحه من رقم 13 بوخليفه. الخطأ الثاني للاعب رقم 4 بو غالم من صلب عنابه اللي هو الخطأ السابع بالنسبه للفريق بو غالم اللي نشاهدوه رقم 4 اللي يوجد طبعا قله تفاهم فيما يخص الدفاع مع رفاق، وهذا يأثر على اعصابه طبعا محاولة توصيل الكرة تحت السلة وآيت قاسي لاعب اللطيف هو يسجل السلة هذه رقم 8. إذا عبد اللطيف يتمكن من تقليص الفارق إلى نقطتين 23 مقابل 21، وخطأ من طرف الحاكم احتسب خطأ ضد لاعب أكيد أكيد ما يحدث. يعني أنا أحسب حتى الحكام يعني كان اللي يحسبهم أخطاء كان اللي ما يحسبهمش أخطاء. هذا ما يسمح للكرة أن تعود لصالح فريق اتحاد دار البيضاء طبعا اللي كان مسيطر ومتحكم في المقابلة، لكن منذ الدقيقة طبعا 13 التفوق أصبح لصالح صلب عنابة ليسترجعوا الكرة عن طريق غانم سوسيدو ثم غناي وأوكيد ثم خطأ تأخر من طرف هل اللاعب رقم سعودي خليل رقم 14 وهو الخطأ الثاني له بالنسبة لمسعودي خليل، الشيء اللي يسمح إذن لغناي رقم 13 من صلب عنابة الاستفادة من رميتين حرتين، على خلاف ما شاهدناه يوجد سهولة كبيرة في إضافة النقطة 24 والفارق يصبح 3 نقاط، وحنا نعيش الدقيقة 15 من الشوط الأول، سهولة كبيرة في استرجاع الكرة من طرف مسلم رقم 11، ثم الكرة تبقى عند تومي كموزع. أيت قاسي يوجد طبعا مضايقة وحراسة ملتصقة، صراع كبير تحت السلة، في الأخير الكلمة تعود للاعب شهاب بوغانم ثم أكيد سهولة كبيرة طبعا، وما كانش حلول كبيرة للاعب مسعودي اللي كان وجه لوجه في هذا الدفاع، والفارق يصبح الآن 5 نقاط. النتيجة إذن في الدقيقة 16 هي النتيجة 26 مقابل 21 لصالح صلب عنابة. عبد اللطيف آخر من يقام بهذه المحاولة ويستفد من المخالفة طبعا هنا حدث التغيير، نشاهدوا تخلى رقم 15 عبد اللطيف في المقابلة. هل هو أخ عبد اللطيف؟ نعم عبد اللطيف مالك، هذا ماجد عبد اللطيف. كرة دائم لفريق شباب دار البيضاء في الهجوم. الخطأ الثامن، وشاهدنا أنه في هذا الخطأ الثامن دوك يعني بعد عملية الرمية الحرة تكون من الجانبين، لانه بالنسبه للاخطاء الجماعيه 8 أخطاء في صفوف صلب عنابه و10 أخطاء شباب دار البيضاء. وحنا نذكر الدقيقه 16 من الشوط الاول، ونذكر انه شوط كره السله هو 20 دقيقه وعمل تحت السله الاقتراب. أنا مش بالكره دائما المشي الرابع هذا الخطا فيما يخص المشي بالكره اللي يرتكب من طرف تومي رقم 9 سوسيدو. راح يوجد بوغانم مراقب يتمكن من المرور ويتمكن من ايجاد ثغره ويسمحوا له مدافعين بالتسديد بوغانم اللي كنا نشاهدوه انه عمل فردي يسمح له من تسجيل النقطه 28. نشاهد هذا العمل وحتى في الدفاع اللي تجمعوا رغم 3 عناصر قدر يسجل السلة هذه. بوغالم نعرفه لاعب عنده امكانيات مليحة ولاعب قديم في الفريق، ويعني
يعطي اسمه دفعة كبير لفريق عنابة. إذن أنا فريق شباب دار البيضاء طلب وقت مستقطع. لا ممكن الأخ المصور نطلبه باش نستمعوا. جيت صلب عنابة لأن استمعنا كل الإرشادات الخاصة، أما الآن سنستمع للإرشادات اللي راح يقدمها بوق شبيه رغم أن الوقت المستقطع طلبه سي مقرني. نلعب كوتي فابل لي دو بيفو يروحوا من الكوتي الاخر ويخليو حسن منا كونتي بينات الحسن يخرج لكم لا بال ان كونترين مي تبعوا نورمال هما عملك عملك كي رحتي من غادي راح معاك دونك خلي حسن منا في الكوتي هذا كوتي فور عدم لي ويفوت داكور فاي فور ان شوز بيدخل ستار يدخل بوحديده معاه روبون كل سعيد سعيد روبون طول موند روبون كل روبون خلص ستار طول موند روبون ما كاش انا تشوف انا 3 مينوت نجيريوهم اونجيلو لي 3 مينوت فهمت اونجيلو لي 3 مينوت اسمع زوني وي فوت سباكس زوني وي فوت وجوني وي فوت بالعقل بالعقل ما تفهمش حسن ممكن دير ديرها حسن ربون كل كل ربون. اذا النتيجه كما نشاهد 28 مقابل 21 و مفروض بوقشابيا كمدرب وكريم عبد العزيز. إذن تعود المباراة وطبعا السلة في 22 من طرف عبد اللطيف رقم 8، وطبعا هذا الوقت كان كافي باش يسمح له ويسترجع. إذن هنا نشاهدوا الشهاب موزع مراقبة تغير أسلوب الدفاع الآن أصبح بعد الوقت مستقطع نوع من الفريسينج. فريق شباب دار البيضاء يلعب راجل قاع الملعب جورة تاع بريسينج، والمحاولة الأولى من تطبيق هذا النوع من الدفاع كانت ناجحة لأنها سمحت لبوخليفة من تسجيل النقطة 25 تقليص النتيجة إذن إلى 3 نقاط 25 مقابل 28 النتيجة هي لصالح، ونشاهد هذا بوخليفة آخر واحد وآخر سلة بالنسبة لصالح اتحاد دار البيضاء. لكن هناك خطا في رقم 5 تومي اللي ارتكب خطا على لاعب صلب عنابة شهاب كريم، ولهذا يسمح له باش يسدد رميتين حرتين. الرميه الاولى شاهدها باللي رميه حره ناجحه، والرميه الثانيه كذلك تحسن فيما يخص تسديد الرميات الحره. اذا نشاهد ردود الفعل الان بعد هذا الهجوم فيما يخص بالدرجه الاولى الدفاع اتحاد دار البيضاء اللي ظهرنا بوجه اخر في ابتداء من الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه السيد مقرني. اذا محاوله اخرى بثلاث نقاط هنا خطا من لاعب غناي، هنا الخطا الثاني لاعب لا خطا ثالث في المقابله تاع لاعب غناي. هنا شاهدوا فريق عنابة عنده خطا لاعبين محوريين تاعهم اكيد راهو بثلاث اخطاء، وغنى راه ثلاث اخطاء هنا راح تصعب عليهم مقابله حتى في الشوط الثاني راح تصعب عليهم بزاف. لهذا فريق دار البيضاء راح يكمل يستمر في هذه العمليه، هو باش يعطي فرصه ليه باش يعمق الفارق. ومسعودي كان ناجح في هذه التسديدات الحره الشيء اللي يسمح له باش يقلص الفارق من جديد. وهنا نتابع عن طريق هذه الصور الواسعه اذا لارج اللي يسمحوا لنا باش نتابع هذا الاسلوب الدفاعي اللي راه يطبقه فريق اتحاد دار البيضاء. ديناميكي جدا ومضايقه كبيره على غناي، سرعه في الصعود بالكره طبعا، امكانيات تمرير كبيره لكن التمريره ما كانتش ناجحه الشيء اذا اللي يخلي الكره تبقى لصالح اتحاد دار البيضاء لانها لبست اللاعب رقم 12 بوحليله. هذا هو القرار اللي اعلن عليه السيد بن الوطي الحكم اللي نشاهدوه في هذه الصوره المكبره. الكرة تبقى إذن لصالح اتحاد دار البيضاء اللي يظهر نوع من الديناميكية ونوع من العمل الآخر، لكن ردود فعل صلب عنابة هي الأخرى قوية وسرعة كبيرة في اللعب. إذن بوغانم يلعب وحتى اللعب الفردي، بوغانم نجح كلاعب فردي حتى كلاعب جماعي. بوغانم لصلب عنابة، لقائنا يتجدد بكم سيدتي سادتي أثناء الشوط الثاني لهذه المباراة. عودة سيدتي سادتي إلى مجريات هذه المباراة، وفي البداية مع هذه اللقطات الأخيرة ومع هذا الدور
والعمل والتفاهم الكبير اللي جرى بين غناي وبين بوغانم فيما يخص صلب عنابة، ومن جهة أخرى هذه النقطة بثلاث نقاط. إذن ينطلق الشوط الثاني، والكرة لصالح صلب عنابة في هذا الصراع. النتيجة نتيجة لشادو عبد الزبورة 41-35 هي نتيجة الشوط الأول. طبعا للتذكير فقط، للتذكير ما لم نقله في الشوط الأول، أن المباراة اللي جرات في، لأننا نعيش هذه المباراة الثالثة من إطار يوم العودة، فيما يخص مباراة الذهاب انتهت لصالح طبعا اتحاد دار البيضاء بنتيجة 90-87، مباراة اللي جرت منذ طبعا ثلاث أيام، وهي مباراة متأخرة، هي مباراة اليوم الثالث. احنا اليوم إذا هذه المباراة الثالثة من العودة وهي المباراة التاسعة. بالأخضر إذا في التوزيع يبحث عن اللاعب ليوجد مسلم، وآيت قسي، ثم مسلم، البحث دائما عن اللاعب. مسلم يتسارع، وحضور كبير، للاعب رقم 14 اللي هو مسعودي، اللي يتمكن اذا من تسجيل السلة الاولى في هذا الشوط الثاني. بلال، هل تنتظر تغيرات كبيرة في هذا الشوط الثاني؟ المقابلة راح تكون صعبة للفريق كما قلنا، ونعرفوا باللي بقى شوط واحد ولازم على كل فريق يفوز، خاطر كما قلنا في الاول باللي فريقنا راهم يحوسوا على احدى المراتب الاربعه، ولهذا راح تكون الصراع على اشده. اذا الصراع هذا يبدا على مستوى العمل الدفاعي، على مستوى، وهناك احتجاج بين لاعب بوغانم اللي يظهر في هذه الصوره المكبره، طبعا لتضيع الكره من عنده. اذا لصالح بالاخضر، يبحث على اليسرى، ثم طبعا محاولة ناجحة من طرف مسعودي، بيمكن الآن من تخليص النتيجة إلا نقطتين فقط، 39-41، السلة الثانية على التوالي لصالح اتحاد دار البيضاء على حساب صلب عنابة وبوغانم، لكن يرتكب خطأ من طرف ردود الفعل. هل هذا الخطأ من طرف آيت قسي؟ لا، الخطأ يحتسبه من رقم 13. هذا رقم 13 اللي هو بوخليفة، سامي، اللي هو الخطأ الأول لهذا اللاعب نظن، وبسهولة كبيرة، الشهاب اللي بوغانم طبعا لعنصر اساسي، لنذكر انه من العناصر القديمه، ثالث عناصر فقط كانت موجوده في الموسم الماضي بالنسبه لصلب عنابة، اللي هو رقم اربعه بوغانم اللي كنا نشاهده، ثم اللاعب سوسيدو ورقم 13 غناي، بينما وهي العناصر اللي راهي تدير في المقابله، بينما العناصر الاخرى حتى لو كان دورها جيد في الدفاع كشهاب اللي شادو وفي التوزيع، او اللاعب اوكيد اللي ادى دور تحت السلة ناجح سواء في الدفاع أو في الهجوم، لكن الأمور نسبية اللي قرناها مع الأدوار اللي قام به بوغانم وغناي وثلاث نقاط، سلة ثالثة بثلاث نقاط. سلة ناجحة من الأخضر سليم، وهنا يقدر باش يعدل النتيجة. وعدلها وعدلها نعم. 42-42. ونشاهد نتابع عن طريق صورة بطيئة. شكرا للإخوة اللي تابعوا بهذه الدقة الكبيرة هذه المباراة. إذا صعود بسرعة، كبيرة، فراغ فيما يخص الدفاع وفي حدود ارتكاب الخطأ. الكرة تبقى لصالح اتحاد دار البيضاء، صراع كبير تحت السلة، والكرة في الأخير تبقى رغم هذه المضايقة الكبيرة، لمهاجمي اتحاد دار البيضاء، ثم محاولة أخرى وصراع. فريق دار البيضاء فارض نفسه، واللاعب رقم 11 مسلم يتمكن إعطاء التفوق من جديد لصالح، وهو التفوق الأول في هذا الشوط الثاني لهذه المباراة لصالح اتحاد دار البيضاء. شهاب يتوغل، ولكن يقظة كبيرة، من دفاع اتحاد دار البيضاء، خاصة عند اللاعب بوخليفة اللي هل يسترجع أو هناك خطأ ارتكب ضده؟ هناك خطأ ضد اللاعب بوخليفة. لا، الكرة ما بين اثنين، اونترو دو.
اذا كره ما بين اثنين، اذا خطا مزدوج بين اللاعبين، الشيء اللي سهل اذا مهمه، والتسارع من اجل الفوز بالكره وفي الاخير ترجع الكره، هل تكون بين اثنين من جديد؟ لا، صراع اخر، وبالاخضر في هذا الهجوم المضاد وحده بسهوله كبيره يعمق من جديد هذا الفارق ليصبح في 4 نقاط، 46 مقابل 42، النتيجه لصالح اتحاد دار البيضاء اللي شهد في هذا العمل الفردي لصالح بالاخضر اللي تمكن من تعميق الفارق ليصل الى 4 نقاط. شهاب يبحث عن اللاعب، والوقت طبعا يمر، 12 ثانية 10 ثواني طبعا امام اتحاد البيضاء، مشي بالكرة حقيقة مشي بالكرة من طرف اللاعب بوغانم، ونشاهدوا فريق دار البيضاء يقدر يرجع بمقابلة بفضل الخطة اللي هو طبقها في الدفاع، هي خطة رجل لرجل، خطة اذا رجل لرجل، ومسلم في السلة الثانية الناجحة له، ويزداد الفارق. هنا نشاهدوا تقريبا راح يحدث، وفي الوقت اللي سيد بوكسابيا يطلب وقت مستقطع، نشاهدوا انه مجريات هذه المباراه راح تجري. الشوط الاول، بدايه الشوط الاول كانت تفوق كبير، والان الشوط بدايه الشوط الثاني لصالح صلب عنابه، طبعا صلب عنابه اللي يطلب وقت مستقطع، السيد بوكسابيا يطلب وقت مستقطع، الوقت المستقطع يكون اذا الان اللي ممكن راح نتابعوه، وكل الاجراءات الفنيه اتخذت من طرف زملائنا طبعا لنتابع هذا العمل. صافا صافا، قصه تاع زون هذيك مش انديفيدويال، اسمع في لونترينمون خدمنا في لونترينمون وعاودنا نورمال بعقلنا نابليكيو ونابليك بالعقل، ما نقصوش القصه من غادي، سير زون نلعبوها الانديفيدويال اللي يلعبونا، دوزيام بوا احنا غير ماركاونا ولا ربحنا اون باس لي برا، ومازال الماتش راس اونكور 15 مينوت دو جو مازال. اون اتاك نلعبو دوسمون شهاب، وما نحكمش لابال بوندون 5 سكوند عندي. ويكارتيو تحتي كارتيو. طيش هابر كي لازم نورغانيزيو رواحهم درك. انت ما تفضش من الكوتي ما نوليوش ثلاثة. انا كنت قاعد ندير. اسمع خليو حسن سير الكوتي فابل. رناي. تاخذي نهبطي اوتوماتيك بلوكيني مش حتى يقول لك بلوكي فهمتي انا لاحظت باللي هنا باللي بعد عوده فريق دار البيضاء لخطه رجل رجل فريق صلب على النبارة ولقى صعوبات، لهذا مدرب بوقشابي طلب وقت مستقطع وراه يفهم الفريق تاعو باللي فريق شباب دار البيضاء او يلعب خطه رجل لرجل، لهذا زعما او يشرشوجو زعما كما نقولوا يلعبوا فريق تاعو على اللاعب رقم 4 بوغانم او يقولوا لعب سير كوتي باش هو باش يلقاو الهفوه، ارشاد تاعو قال له على الجهه الضعيفه لكوتي فاب بوغانم، كوتي فاب يعني باش يلقاو الهفوه. ما هو هذه المنطقة الضعيفة في صفوف الكوتي فابل في صفوف الكوتي فابل يعني في عملية رجل لرجل يعني اللاعب المحوري ما يكونش الجهة تاع اللاعب بوغانم، وغني بسهولة كبيرة يخلوا اللاعب بوغانم يلعب في جهة وحده، يعني اللاعب المحوري ما يكونش في نفس الجهة معاه، ونتابع غناي في هذا العمل وفي هذه المهاره اللي تفاوت، حتى الدفاع هنا نوعا ما مسالمه ماهيش اغريسيف الدفاع، الدفاع ما راهوش اغريسيف يعني نساو يعني شغل نساو اللاعب غناي وسجل السلام بكل سهوله، لكن التفوق يبقى لصالح دار البيضاء 48-44 وبسهوله كبيره خطا يرتكب على اللاعب عبد اللطيف، لاعب اكيد اذا وهناك لاعب من صفوف طبعا اتحاد دار البيضاء، هو الخطا الرابع اللاعب اكيد الخطا الرابع وهذا بعد 5 دقائق فقط، طبعا صعب مواصله المباراه طبعا. شكرا، هذه الاخطاء اذا تظهر على اللوحه، هناك رقم 14 بالنسبه مسعودي من دار البيضاء، وحره ناجحه من طرف عبد اللطيف مجيد، وهناك اللاعب رقم 15 اكيد اللي هو عنده الخطا الرابع، هنا يعمق الفارق فريق شباب دار البيضاء 55-44. شكرا على كل هذه التوضيحات لبيلال، اللي نذكر هو لاعب في صفوف المولوديه وموزع،
طبعا اليوم ما راحش يلعب في المباراة اللي راح تلعب مباشرة بعد هذه المباراة واللي رايح ترجمع مولودية الجزائر وجمعية سطولي. طبعا المباراة اللي ما راحش يحضر لها بلال في الوقت اللي نتابع هذا العمل اللي تم من طرف لاعب بوغانم والخطأ اللي يرتكب ضد بوغانم. لكن بما أنه الأخطاء الجماعية حاليا لم تصل إلى العدد 8 إذن فهناك فقط تنفيذ المخالفة. المخالفة واللاعب بوحال إلى رقم 12 طبعا هو لاعب آخر تقصد تجربة لاعب آيت قاسي في صراع ومضايقة كبيرة من ناحية دفاع. يوجد صعوبات كبيرة أمام شهاب اللي فرض عليه المراقبة الفردية بالأخضر. هدوء كبير ورزانة عند هذا اللاعب بالأخضر. الأخضر سليم نعرفه عنده إمكانيات كبيرة ويلعب بكل هدوء خاطر لاعب أساسي في فريق تاع شباب دار البيضاء. وتمريرة ذكية وجيدة من طرف الأخضر سليم اللي وصلها للاعب طبعا رقم 11 مسلم الشهد. عمل جيد وهنا حتى ما خلاش الدفاع يقرا ويتوقع انه راح يمرر التسميع. هنا خطأ فني ضد من؟ لاعب بوغانم. نظن الخطأ الخامسة راح يخرج بوغانم. هنا بالفعل اذا بعد ما ارتكب الخطأ الرابع زاد صفر للحكم خطأ فني ولهذا بوغانم راح يخرج من المقابلة. والشاهد هنا الإشارة بالضوء الأحمر وهو الخطأ الخامس. إذا بوغانم يقصى بوغانم راح يطرد فراغ كبير جدا. وهذا اللي خلينا نقوله وأنت كلاعب أنه بعد قرار اللاعب يعني مناقشة قرار الحاكم يعني ماهوش حل واحد باش يناقش الحاكم في الوضعية كيما هذه. ونعرف بلي الفريق راه محتاج صلب عنابة ومحتاج لاعب كيما بوغانم راهو يلعب المقابلة. يعني هذا واش لعب اللاعبين. ولما نعرف أنه اللاعب رقم 15 هو الآخر له 4 نقاط إذن سيعوض بلاعب آخر وهو اللاعب بن شعبان شاب من الشبان. من الصعب إيجاد لاعب راح يكون في مستوى الدور اللي قام به بوغانم في هذه المباراة في الشوط الأول. إذن الدقيقة السادسة يخرج في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني. إذن 14 دقيقة من الصعب طبعا سد الفراغ اللي راح يتركه اللاعب بوغانم في الوقت اللي آيت قاسي اليوم ما تمكنش بس يظهر قدرة كبيرة في التسديدات الحرة. والنتيجة تصبح 9 نقاط 53-44 دائما لصالح اتحاد دار البيضاء. إذا شهاب في التوزيع يحاول يلعب بهدوء. يوجد اللاعب رقم 7 اللي هو بن شعبان اللي يتمكن الآن من تعويض غناي تحت السلة وفعالية كبيرة لهذا اللاعب. لكن الدفاع ما كانش متحرش بالصفة اللازمة. سهولة الدفاع هي اللي خلت لغناي يوجد هذه السهولة. الحاكم يصفر مشي الكرة من طرف ايت قاسي ياسين. وهذا الخطأ اليوم ارتكب المشي بالكرة للمرة الخامسة من طرف اتحاد دار البيضاء. شهاب من جديد كموزع اللي يحمل رقم 10 طبعا يحاول يقترب ويوجد غناي. الدور طبعا راح يتقلص حظوظ وفيد في الوقت اللي السوسيدو ماهيش حاضر بنفس القوة وغناي يتسارع وحده. ما كانش الدور والمساعد اللي كان المساعدة والتفاهم اللي كان يقدمه له اللاعب طبعا بوغانم. هذا كله هو مجرد خروج بوغانم راح يأثر بزاف على فريق صلب عنابة. الأخضر هو آخر في التوزيع وشاهدناه الدور والعمل الجيد اللي قام فيه مع بداية هذا الشوط الثاني. إذا بوخليفة وفي الأخير مسلم وخطأ يرتكب ضد من؟ لاعب بوخليلة رقم 12 يرتكب ضد اللاعب رقم 15 اللي هو مسلم. إذا طبعا راح يكون إعادة الكرة إلى الميدان من طرف اللاعب مسلم. يوجد مخالفة في حدود ارتكاب الخطأ. دفع من طرف الأخضر دفع واستعمال طريقة حماية للكرة بطريقة غير شرعية. الأخضر رقم 10 اللي شادوه يضيع الكرة. الشيء اللي يعطي الكرة لشهاب اللي هو مثل الآن صانع الألعاب هو الموزع. لكن عدد اللاعبين اللي راح يبني معهم نسوج قليل جدا. بن شعبان رقم 7 اللي قد تعوض بوغانم
ثم بوحليلة، بوحليلة بسهولة كبيرة الخضر يسترجع هذه الكرة، كرة ما توصلش لآيت قاسي بعد التدخل القوي لطارق بوحليلة. شهاب ثم غناي، غناي قليل وين يضيع مثل هذه الكرات. خطأ من غناي، خطأ الرابع. هنا راح المقابلة تصعب على صلب عنابة. طبعا شادو بلي غناي خطأ الرابع، واكيد خطأ الرابع وبوغانم خرج من المقابلة. وهذا انت لفتنا انتباه انه من الصعب عليهم باش يوصلوا الكرة. احنا لاحظنا في الشوط الاول يعني راح يكون على نفس العناصر، اي بوغناي بوغانم واكيد حتى شهاب، وبالدرجة الأولى إذا النقطة الرابعة لرقم 13 غناي. احنا شاهدوا فريق عنابة راوي فريق عنابة راوي يلعب في الميدان بلاعبين محورين مرتكبين أربعة أخطاء، يعني زيد يرتكب فيهم خطأ راح يخرجوا من المقابلة. وهنا وشعرنا أنه حتى ردود الفعل وهنا سلمت نقاط ناجحة من طرف الأخضر سليم. نعرفوا عنده إمكانيات كبيرة، عملية تسديد من بعيد. طبعا المحاولات بثلاث نقاط كانت كثيرة من طرف اتحاد دار البيضاء، وشفنا ردود الفعل والضغط المعنوي الكبير على اللاعب غناي، حتى ردود فعل تاعو انا ماشي بالكرة يعني طرف شهاب خطأ يعني متكرر، يعني عملت مش بالكرة اليوم راهي كثيرة في هذه المقابلة. وشهاب نظن راح يرتكب من هذه الأخطاء لأنه الآن يصبح يبحث عن الحلول الفردية. آيت قاسي، آيت قاسي وصراع كبير، اللاعب وحدي لا يسترجع الكرة. هنا خطأ من آيت قاسي، آيت قاسي يرتكب الخطأ. آيت قاسي بالنسبة لي طبعا هو الخطأ الثاني أو الثالث. طبعا ما نشاهدوا التغيير، راح يدخل لاعب سينيغالي سوسعيدو اللي راح يعني نقولوا يعطي إمكانيات جديدة يعني الزملاء تاعو في الميدان، خاطر راهم ما مشى راهم يلعبوا مرتكبين الأعصاب. رغم انه رقم 12 بدا دور جيد نشاهده الان في استرجاع الكره، لكن هذه كانت النقطه بثلاث نقاط. اذا سوسيدو كموزع يوجد امامه شهاب غناي، غناي بنقطتين فقط. اذا النتيجه 48 مقابل فرق يعني 8 نقاط راهو 56 نقاط دائما. اذا الشوط الثاني هذا كان منذ انطلاقته لصالح اتحاد دار البيضاء، وخطأ يرتكب شهاب من كريم. طرف شهاب كريم، شهاب كريم رقم 10، الخطأ الأول يعني ما عندوش أخطأ شهاب كريم. هنا يبين القيمة تاع اللاعب والمهارات الفنية تاعو، لأنه لعب طول في المقابلة وارتكب خطأ واحد فقط. الأخضر بسهولة كبيرة، كاد فريق صلب عنابة يرتكب خطأ آخر، لكن عدم التحكم في الكرة يسمح لصلب عنابة يعني من استرجاع الكرة. في المقابلة هذه شهاب كريم راهو من اللاعبين يعني كما نقول لي بلي كارل فيهم، لهذا راهو ارتكب خطأ وراهو يؤدي في الواجب تاعو في عملية التوزيع وغناي. الصعوبات نتاعو راح تزداد لانه شاهدناه يعتمد الان على الحلول الفرديه، ما دام عدد اللاعبين شاهد مثل هذه التسديده هذا اللي قلت انه راح يكون توجهناه العمل الفردي، رغم انه يتمكن هنا فريق صلب عنابه من اضافه. بن شعبان يشد السله النقطه الخمسين، وبالاخضر طبعا كاد يقوم بمس جميل جدا جميل جدا مع عبد اللطيف مجيد، لكن يقظت دفاع صلب عنابه طبعا كسر هذا النسج وكسر هذه المحاوله، الشيء اللي يخلي الكره تبقى تخرج تماس لصالح اتحاد دار البيضاء. اتحاد دار البيضاء ايت قاسي في التوزيع، مضايقه كبيره للاخضر، ومسلم مسلم مسلم في هذا العمل استرجاع من طرف اكيد اللي عنده امكانيات كبيره لادي دور تحت السله جيد. وشهاب، شهاب طبعا سريع سريع، لكن امكانيات تسديد تصبح صعبة جدا وبسهولة كبيرة، سهولة كبيرة. غناي يرتكب الخطأ الخامس، وغناي راح يخرج من المقابلة. وهنا زيد صعب المهم على فريق صلب عنابة. إذا غناي يقصى لسبب ارتكابه خمس نقاط في الدقيقة التاسعة. إذا إقصاء عنصرين أساسيين، بوغانم في الدقيقة السادسة
وهذا رقم 13 اللي سادوا هي النقطة الخطأ الخامس، الخطأ الفردي الخامس. طبعا فرق كبير، فرق كبير راح يكون. عندي ملاحظة، نقول بالك زعما خرج اللاعبين هذو بخمس خطأ، يعني حتى المدرب له كما يقولوا دور كبير. يعني لو كان كما غنى كي كان عنده ثلاث خطأ يعني خرج شوية، يعني كما يقولوا خارج على الميدان يريح شوية، يعني بالك ما يخرج بخمس خطأ. شكرا بلال. اذا الدقيقة 11 اللي تمر والنتيجة 56 مقابل 50 في هذه المقابلة اللي تدخل في اطار اليوم العاشر من البطولة الوطنية، واللي تجمع صلب عنابة اللي يظهر في الهجوم باللباس الازرق، واتحاد دار البيضاء باللباس الابيض حاليا في الدفاع. تنسيق جيد، وصعوبات دفاع اتحاد دار البيضاء راح تقل بعد خروج غناي وخروج غنام. والعمل الفردي من رقم 13 تاع فريق شباب دار البيضاء بوخليفة سامي هنا ارتكب خطأ، لهذا الكرة دائما لفريق صلب عنابة. في الوقت بالنسبة لصلب عنابة عندهم لاعب واحد فقط عنده أربع نقاط اتحاد دار البيضاء، هو مسعودي. أربعة أخطاء مسعودي، اللاعب رقم 14 اذا باسي يدخل، واكيد صعوبات كبيره تظهر، ويتمكن اللاعب باسي من تسجيل النقطه السله 54 ويتقلص الفارق. رغم كل هذا هناك اربع نقاط فقط تفصل الفريقين، 56-52، النتيجه دائما لصالح فريق دار البيضاء. كره ضايعه من فريق شباب دار البيضاء اللي راه يلعب طريقه نفس الفعاليه اللي لعب بها في بدايه الشوط الثاني. ماهوش بالفعاليه، نفس الفعاليه مشي بالكره هنا، يعني كثرت مشي بالكره اليوم في المقابله هذه. فتحه كبير شهاب، طبعا اصبح يوجد صعوبات اكثر في هذا العمل للتوزيع. خبرة وامكانيات طبعا باسي غير الامكانيات لكل غناي، ويتمكن هنا الاخضر سهولة كبيرة من اضافة السلة النقطة 58، والفارق يصبح 50 بسهولة كبيرة. اذا مهارة فنية عالية، النتيجة مرسومة على الشاشة وهي لصالح دار البيضاء على حساب صلب عنابة بفارق ست نقاط. لكل حال حتى المباراة رغم الأخطاء الفنية كبيرة فيها، لكن شاهدنا فيها أشياء جميلة بلا. نعم شاهدنا يعني أشياء جميلة، ولاعبين زعما راهم يمدوا كل الطاقة تاعهم. على قلنا لونجيو تاع المقابلة، راهو الفريقين يحوشوا على إحدى المراتب أربعة، لهذا يلعبوا بكل روح. سلة أخرى بثلاث نقاط من عبد اللطيف مالك. مالك اللي نشاهده الآن في هذه المحاولة خارج الدائرة، يتمكن إذن من تعميق الفارق واستعمال تسديدات من ثلاث نقاط كانت اليوم ناجحة ومتعددة الجوانب، كانت من عبد اللطيف من الأخضر سليم حتى من غانم. شاهدناها خاصة بالدرجة الأولى من طرف اتحاد دار البيضاء، استعملوا كثير هذا السلاح. طبعا ثلاث نقاط وعنده أهميته في الوقت اللي السيد طبعا بن الواطي الحاكم اللي كنا شاهدوه في هذه الصورة المكبرة كان يوضح الخطأ اللي كنا شاهدوه واللي يستفد منه اللاعب غناي راقم 15 اوكيد، عفوا غناي خرج من اللاعب اوكيد اللي هو الاخر عنده اربع نقاط. اذا الدقيقة التاسعة من الشوط، دقيقة عفوا الثانية عشر من الشوط الثاني، والنتيجة لصالح اتحاد دار البيضاء 61 مقابل 53. ايد قاسي بهدوء كبير، اذا الثقة اصبحت اكثر في صفوف مشاهد هذا العمل وهذا النسج حتى ولما تمشي الطريقة ناجحة. لكن وأكيد في هذا الهجوم ضد خطأ يرتكب ضد من؟ ضد اللاعب 13 رقم 13 اللي هو بو خليفة السلمي. إذا اللي يرتكب هذا الخطأ على اللاعب أكيد
الشيء اللي يسمح لي اكيد اذن من جديد ونتابع هذه الاعاده والتدخل نتاع بوخليفه. اذا الشيء اللي يسمح لي اكيد من تسديدتين حرتين في الوقت اللي بوقشبيه مدرب اتحاد صلب عنابة تمكن من استبدال اللاعب عبيديه اللي دخل في ارضيه الميدان، لكن هذه العناصر عناصر شابه تنقصها الخبره. اذا يبقى لاعب واحد فقط اللي عنده خبره كبيره هو اللاعب سوسيلو، بينما اللاعب بوغانم وغنا شفناهم تقساو الاول في الدقيقه 13 والاخر في الدقيقه 6 والاخر في الدقيقه 9. 12 دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة ونهاية الشوط الثاني، والكرة لصالح اتحاد دار البيضاء. مسلم مسلم في هذا الصراع الفردي طبعا ونوع من المسلم. 8 دقائق بالفعل. إذا 12 دقيقة من الشوط الثاني، وأكيد أكيد يتمكن هنا اللاعب طبعا رقم 11 عبيدي من تسجيل سلة أخرى، سلة 57 لصالح صلب عنابة. وراحة كبيرة نشعر أنه لاعبين اتحاد دار البيضاء يلعبوا براحة ويسترجعوا الكرة بالأخضر. الأخضر تليف خطأ ضد اللاعب سنغالي رقم 11 اللي هو عبيدي سليم اللي يرتكب الخطأ الأول له، لأنه هذا الهجوم الثاني له فقط، والمشاركة دخل منذ دقيقة فقط للمباراة. هذا الخطأ سيسمح طبعا للاعب رقم 15 اللي هو عبد اللطيف مجيد من الاستفادة من رميتين حرتين. دقة كبيرة في هذه المحاولة الأولى، ويسمح طبعا للفارق يصبح الان الفارق يصبح 8 نقاط بين صلب عنابة واتحاد دار البيضاء. سوسيدو في التوزيع، شهاب طبعا اللي شاهدناه كانت عنده فعاليه كبيره، شهاب اللي حاليا عنده الكره رقم 11 كموزع لصلب عنابة، لكن منذ خروج غناي منذ خروج بوغانم قل الدور تاعو قل الفعاليه تاعو طبعا تحول الى نوع ما من اللعب الفردي. الاخطاء تتكاثر، واكيد رقم 15 اللي شاهدوه في هذه الصوره مكبره يستفد للمره الثالثه على التوالي من تسديدتين حرتين. اذا نتابع الاعاده للخطا. خطأ من اللاعب مسلم اللي رقم 11، الشيء اللي يسمح اذا لاطول لاعب في صفوف صلب عنابة اللي ادى الدور يقولوا نسبيا جيد مع قلة الخبرة تاعو، لكن كانت عنده فعالية كبيرة تحت السلة سواء في الهجوم او في الدفاع، ويتمكن لنا من تسجيل النقطة 58. النتيجة وحنا نعيش الدقيقة 13 من الشوط الثاني 65-58 لصالح اتحاد البيضاء. الاخضر سليم يصعد بثقة كبيرة بهدوء، وخطأ آخر لنفس اللاعب عبيدي اللي ارتكب في منذ قبل هذا الهجوم ارتكب خطأ، وهو الخطأ الثاني رقم 7 بن شعبان احتسب الحاكم. إذا لبن شعبان وهو الخطأ الأول بالنسبة لبن شعبان. نتابع هنا الخطأ لا يحتسب في هذا المحاولة التدخل. إذا تدخل لبن شعبان وبسهولة كبيرة. إذا الأخضر سليم يلعب بهدوء برزانة كبيرة، هذا يعكس مستوى تحضيري، يعكس إمكانياته الفنية وحتى إمكانياته البدنية. سوسيدو للاعب شهاب وسوسيدو طبعا عودة سريعة وعودة منظمة لدفاع. خطأ فني هنا يا حاكم يعطيه الأخضر سليم، خطأ فني. إذا الشيء اللي راه يقول اللاعب مسعودي انه الاخضر سليم. هنا فريق شباب دار البيضاء طلب وقت مستقطع. اذا نتابع ماذا يجري وماذا يقال ل Mais la réaction du 10, c'est pas lui qui a commis la faute. C'est vrai, bah, la faute technique s'est posée peut-être. Mais la faute, il était loin du non, ballon de l'action. Non, c'est la réaction du 10, c'est le 5. C'est logique. C'est normal.
من لافوت مي ديس نو سي با لوكي لي لي نوض لاكسيون سي مي نو تما با كومبري سا دي نو لا رياكسيون دي ديس Calmez-vous les gens, calmez-vous. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Jouer, jouer en pénétration, ça porte. C'est à eux de s'énerver. On a le temps, on a devant nous le temps. On essaie même d'accélérer. On a 8 points. Attention, on est pressé. Le 15, il a 4 points. On peut jouer directement en 1 contre 1. Soit il faut, soit on marque des panneaux. C'est l'inverse. Normalement, il fait vers les jeunes. Aïe. هنا المدرب سيبو علام مقراني راه يطلب اللاعبين نتاعو باش يلعبوا يلعب اوكيت على لاعب اوكيت باش يخرجوه بخط الخامس ويخرج اللاعب ضغط اكثر عليه كيخرج اللاعب اوكيت راح يسهل لهم المهمه وراح ياخذوا فارق كبير. اذا الشيء اللي يحدث بعد خطا الفني، اذا محاولتين رميتين حرتين للاعب شهاب، بعد هذا راح ترجع الكره لصالح صلب عنبة والاستفاده من الكره. اذا شكرا على هذا ما يستفد من الكره صلب عنبة بخطا الخطا فني ارتكب على اللاعب ماشي على المدرب. على المدرب دوك اللاعبين يزيد شهاب عطاو له رميتين حرتين تاع الخطا، يزيد له رميتين حرتين تاع الخطا الفني. اذا اربع رميات حره للاعب شهاب. اذا شكرا على هذه التوضيحات، شكرا على المجهودات الفنيه اللي تبذلت حتى نتمكن باش نتابع ما يجري ما يقال. على كل حال نشاهد هنا هذه الديناميكيه وهذا التجند للاخوه الفنيين والاخ مخرج بالعيد اللي راهم يبذلوا في مجهودات كبيره لمتابعه ما يجري، وهذا عملنا وايد. عبد اللطيف يتمكن هنا اذا من تسجيل سله اخرى، لكن هناك لاعب خرج ب خمس اخطاء. رقم 11 مسلم اللي خرج بخمس اخطاء في الوقت، واحنا تابعنا الاعاده للعمل لعبد اللطيف طبعا لتماليك اللي تمكن من تسجيل اخر خطا سلة. من عبد اللطيف مجيد احتسبوا الحكم تاع المقابله، وانا نشاهدوا باللي فريق عنابة راه يضيع بزاف الرميات الحره، هذا ما مارش في صالحه، يعني يتحصل على خطا هو السلاح الوحيد اللي بقى له يتحصل على خطا ومن بعد يضيع رميه، يعني هذا يساعد فريق شباب الدار البيضاء، وانا نشاهدوا النتيجه باللي يساعد فريق شباب الدار البيضاء. وفريق عنابة راه يضيع بزاف الرميات الحره. وبقشبيه اللي نشاهدوا في الصوره ماهوش راضي وما عندوش حلول كبيره، ما عندوش حلول ما عندوش امام فريق يعني ها شاهدنا رميتين حرين ضيعوهم. وحتى المجهودات اللي بذلها سوسيدو في استرجاع هذه الكره لم تستثمر. اذا نتابع هنا هذه الاعاده لاخر سله سجلت من طرف عبد اللطيف مالك، وهنا من جديد الصراع يتم البحث عن لاعب متحرر، المضايقات تبدا قبل خروج الكره والمدرب يطلب شيء من الهدوء. الحكم هنا يتدخل مع اللاعبين باش يلعبوا شويه بهدوء، خاطر اللاعبين في هذو اللحظات يرتكبوا بزاف اخطاء. هل راح يكون الضغط ويتواصل الضغط على اللاعب اوكيد؟ طبعا الشاهد هل راح يتوجه حتى في الهجوم؟ هل هناك لاعب ذكي اللي راح يبحث عن اللاعب اوكيد هذا اللي يبقى هو؟ عمليه صعبه، نعرفوا اللاعبين تاع النابا اللي راهم في الميدان عند منقوصين خبره وتجربه، اللاعبين شبان، يعني خروج بوغالم وغنى اثر بزاف على فريق عنابه. هنا خطا دائما بن شعبان رقم 7 طبعا، لكن بن شعبان يرتكب الخطا الثالث له، هذا ما راحش ياثر عليه، خاصه احنا نعرف انه 6 دقائق و25 ثانيه تفصلنا عن نهايه هذه المباراه ونتيجتها 68 مقابل 60. وهنا عكس فريق صلب عنبة، شباب الدار البيضاء راهو يسجل او يحسن في النسبه المئويه تاع الرميات الحره وراهو يسجل في النقاط. مسعودي هو اللي في التسديد بسهوله. الفريق 10 نقاط لاول مره، الفريق طلع حتى 10 نقاط. طبعا خاصه منذ خروج من سوسيدو وشهاب ما كانش كاين عمل، اللعب يتم عن الخارج، ما كانش قوة توغل مثل ما كان في وقت بوغالم وفي وقت غناي. إذا صبحت الكرة الدور بدون إمكانيات الوصول إلى طبعا السلة، يبقى طريقة المرور الوحيدة تبقى عن طريق اللعب أوكيد، ومن جديد رميتين حرتين لبن شعبان ناجحة، يعني الرمية الحرة تاع اللاعب بن شعبان.
على كل حال فريق الشاب استثنينا ثلاث لاعبين منهم لاعبين خارج الميدان الان، وسهوله كبيره لمسعودي في استرجاع هذه الكره، وعبد اللطيف رقم 8 في الهجوم، ثم تومي عبد اللطيف ويتمكن كانه يبحث عن رقم 16 يبحث لاعب اكيد يعني بداك تحصل على الكره هذه مش بالكره. نعم حقيقه ان الحكم ما خطاش يعني كاين مش كره من اللاعب اكيد. هل راح يتم التكرير وهل عبد اللطيف كموزع هل راح يبحث عن اللاعب اكيد رقم 15 اللي دفعه من ارتكاب الخطا الخامس في الوقت اللي نظن اللاعب المدرب بوقشابيه يطلب وقت مستقطع طبعا بعد ما توقف الكره. اذا ايت قاسي تم تحضير الكره من الخارج الاخضر والاخضر الاخضر في هذا العمل الفردي اكيد يبقى اقوى لاعب تحت السله يسترجع هذه الكره بسهوله كبيره. شهاب ما عندوش نفس السرعه ونفس الديناميكيه اللي ظهر بها يعني. لانه ما كانش مسانده. شكرا بلال. وحتى فعاليه اكيد رقم 15 ما بقاتش نفس الفعاليه اللي شاهدناها في البدايه. خطا نعم خطا من لاعب شهاب. شهاب ما هو عدد الاخطاء اللي ارتكبها شهاب؟ خطا ثاني يعني. شهاب اللي لعب طول المقابلة خطأ فقط. هنا وقت مستقطع يطلبوا فريق ووقت مستقطع راح نستمع لإرشادات بوكشابية. ما تهدرش معاه فهمت خلينا من الاربيتراج احنا قادم خاسرين مازال 9 مينوت مازال 9 مينوت دو جو دانيال سكوند نلعبوا باسكت 5 مينوت 9 بوا سيليزي توش نبقاو نهضروا صار مارشي ولعبوا لا كونتر اتاك رابيد خذ مسؤولياتك انت في الانتر ما تاخذ مسؤولياتك خاف السرس ودرك ما تروحوش يروحهم ما حدش العب على الانتريور بلا قبل ما زلت تخلص كل شيء اعطانا فونتاج ما مطراتي ما اعطانا فونتاج يلعب باسكت تعلم باسكت ما بنخسروا معليش داكور اسمع ايكارتيو ايه معليش سي بون نهضروا معاك سي بون شهاب وتر اعصابه ايوا مدرب فريق صلب عندنا بوقاشب يعني راهو يطلع في الامكانيات تاع اللاعبين معنويات تاع اللاعبين تاعو ويقول لهم نلعبوا كره السله وهذا شيء جميل يعني من مدرب زعما باش يخلق هذيك الروح للاعبين تاعو ما تهموش النتيجه لعبوا كره السله وشاهدنا بطبيعه الحال احنا الشيء اللي لاحظنا انه اللاعبين ما كانوش يروحوا للسله وطلب منهم باش يروحوا للسله اللاعبين او يطلب منهم المدرب تاعهم قال لهم نلعبوا للسله ما تخافوش يعني ما كان حتى مشكل يعني ما لاعب شاب ولا يعني يفولو يدوني لا شونس هذه وتومي في المحاوله الثانيه له. اذا طبعا الان 10 نقاط 9 نقاط 10 نقاط لكن شهاب اللي مرتكز عليه اللاعب طبعا هل اللاعبين تاع صلب عنابة ولاحظناها قبل الوقت المستقطع انه ما يروحوش للسله هل الان رايحين يروحوا ويتبخلوا ويحاولوا يقتربوا من السله اكثر من اللازم ويطلب من بن شعبان انه يكون سريع في الهجومات المضاده بن شعبان اللي عنده الكره ويطلب منه نفس الشيء العمل اذا ما يهابش طلب منه انه ما يخافش ويتحرر من طبعا قد التجربه تاعو. اذا بن شعبان في اول محاوله تاعو كانت ناجحه بعد هذا الوقت المستقطع رقم 7 بن شعبان والعمل يتم بطريقه قوية واللاعب رقم 11 اللي هو طبعا عبيدي يرتكب خطأ آخر رميتين حرتين 4 دقائق و41 ثانية تفصلنا عن نهاية هذه المباراة هي مازالت المقابلة وفريق عندنا ما يقدر يرجع في اللقاء يعني يكون يتحكم في العصب 4 دقائق و40 ثانية راهي كيما نقولوا كثير في كرة السلة تحدث أشياء كثيرة في كرة السلة في 4 دقائق. المحاولة الثانية لأيت قاسي شاهدوا الفريق شباب دار البيضاء راهو يسجل في الرمية الحرة تاعو عكس فريق صلب عنابة. إذا سوسيدو يوجد صعوبة لتجاوز اللاعب تومي ويوصل الكرة لأوكيد اللي نقصته الفعالية اللي كان نعتها لنا في نهاية الشوط الأول وخاصة في الشوط الأول كانت عنده فعالية كبيرة. هذا خروج بخمس أخطاء تاع اللاعب مسعود خليل اللي خرج خمس أخطاء.
اذا اللاعبين من كل فريق بخمس اخطاء ويخرج طبعا بروح رياضيه كبيره من السعودي بعد ما يصافع الحكم طبعا، وهذه نقطه ايجابيه للاعب اللي ما يلزمش ينفعل اكثر من اللازم لانه هذا ياثر حتى على الفريق اي انفعال. اذا اكيد اكيد الان مد حظوظه في تسجيل الرميات الحره، طبعا اهميه كبيره لهذه الرميات الحره كما قلت بلال منذ لحظات لانه عددها كثير في هذه المباراه، ولكن نسبه التسديد ضعيفه، الشيء اللي يخلي الاستفاده منها ضعيف جدا. ايد قاسم في التوسيع طبعا يصعد بسهوله كبيره وراه يلعب مع الوقت ماهيش متسرعين لانه طبعا ضامنين لقاء المقابله. فرق شباب ضرب ضرب دروخي راهو متحكم في الاعصاب ومشي اخر بالكره لايت قاسي. إيه اليوم لعب ايت قاسي ما ظهرش بالوجه اللي مالحظ نعرفوه لاعب ممتاز سله ناجحه. بن شعبان الان تقريب ارشادات نتاع بقشبيه اللي طلب منه يروح ويتقدم المسؤوليه ويتقرب من السله راه يطبق فيها بهدوء كبير، حتى طبعا صعوبات امكانيات طبعا الفوز بالمباراه هي لصالح اتحاد دار البيضاء نظرا للمعطيات اللي ذكرناها وكررناها عده مرات خاصه غياب غناي وابو غانم. تومي وصل للكره للاعب رقم 12 اللي هو عباس عبازي. هنا كان مشي بالكره، هنا كان مشي بالكره، يعني هنا لاحظنا باللي الحكم هنا ارتكب خطا، هو كان مشي بالكره ما كانش هناك خطا من اللاعب المدافع رقم 12 اللي هو عبيدي. لكن يعاودوا لنا اللقطه، يعني شاهدوا اللقطه في هجوم اتحاد دار البيضاء لا ممكن، هنا شاهد العمل جيد اللي قاعد يعاودوا لنا اللقطه المخرج، هنا نشوفوا كيف كان مشي لا ممكن قبل. اخر هجوم بالعيد لفريق دار البيضاء لا ممكن طبعا لانه المباراه تجري وكل التقنيين مركزين لمتابعه هذه المباراه، واللاعب عباس يوجد سهوله في اضافه النقطه 94 للاعب عباس اللي ما شاهدناش كثير في هذه المباراه ما لعبش في اللحظات الاخيره. واللاعب عبيدي يسترجع هذه الكره لكن تمريره تنقصها الدقه، وتومي بسهوله كبيره يبقى طبعا فريق اتحاد دار البيضاء متحكم في مجريات هذه المباراه منذ انطلاق الشوط الثاني كان ايوا غير الخطه تاعو في الدفاع ولا يدافع رجل لرجل، يعني استفاد بها الخطه هذه. وهنا خطا ضد اللاعب بن شعبان. طبعا بن شعبان الان اصبح يتخذ في المسؤوليه ويتقرب ويحاول يعمل طبعا كل نجح في ثلاث هجومات في تسجيل سلتين نسبة جيدة ويرتكب خطأ نعتبره أنه العمل بصفة عامة جيد. الأخضر وآيت قاسي تومي مراقبة جيدة على اللاعبين وفي الأخير يتحرر اللاعب رقم 15 عبد اللطيف لكن بدون فعالية فيما يخص آخر تسديدة له. عباس وعبد اللطيف مجيد ثم الكرة للاعب بوحليلية. كان هناك مشي بالكرة قبل ما يسدد اللاعب، كان مشي بالكرة. وبثلاث نقاط، ثلاث نقاط كانت قليلة في طرف صلب عنابة في الوقت اللي كان مستوى عالي. النتيجة 96 مقابل 69 لصالح اتحاد دار البيضاء. خطأ زايد رمية حرة. خطأ على اللاعب نظن بوحليلية. سلة ناجحة وزايد. اللاعب بوحليلة اللي في التدخل في هذا اللقطة نشاهد في التدخل بوحليلة رقم 12. نشاهدوا الخطأ رمية ناجحة زايد رمية حرة لاعب عبد اللطيف. هنا خطأ من رقم 12 عباس على أكيد اللي يبقى تقريبا وحده في هذه المباراة يحاول يؤدي دور تحت السلة. لاحظوا باللاعب وكيد أدى مع عليه اليوم في المقابلة وظهر بكل قوة، وهذا باش يظهر باللي فريق عنابة ما عنده لاعبين شبه لاباس بهم لكن كما ذكرت بلال انه ما استغلش بطريقة بنسبة عالية التسديدات الحرة
طبعا هو ليس الوحيد بصفه عامه، اللاعبين قلال اللي استغلوا التسديدات الحره، استغلالها كان ضعيف خاصه في الشوط الثاني. هذا تسديدات الحره ما كانتش دقه التسديد فيها عاليه جدا، اذا بين المرات القليله جدا اللي شاهد اللاعب ينجح في تسديد سلتين تتاليتين وسبع نقاط، تقليص النتيجه الى سبع نقاط 78-71. اذا فرص العوده في النتيجه بالنسبه لشلب عنابه موجوده. عباس يبحث عن حل، يتغلب عليه طابع العمل الفردي وخطا اخر ضد اي لاعب، اللاعب رقم 11 اللي هو عبيدي. بينما في صفوف هناك لاعبين تم اقصائهم باربع نقاط. سعودي خليل خرج بخمس اخطاء من شباب دار البيضاء، ورقم 11 مسلم. العشرين الثانية الأخيرة وإمكانية تعميق النتيجة، بينما أوكيد يبقى فعال جدا في تسديدات الحرة، تعويض بعض اللاعبين. بن شعبان يحاول تسديدة بثلاث نقاط والكرة تبقى لصالح الصلب عنابة. أوكيد يطالب ولاعب بوحليلة يضايق هو الآخر الآن يحاول، لكن إمكانية تسديد قليلة جدا ويتحصل على مخالفة وراح يستفد من ضربتين حرتين. من ثلث رميات حرة. لأنه كانت المحاولة بثلاث نقاط. ثلاث نقاط. لا هنا الحاكم حسب له رميتين حرة، خطر كان دخل يعني وراء الخط. وراء. إذا الثواني الأخيرة وهذا اللاعب بوحليلة رضوان اللي راح ينتظر طبعا وقت وإشارة الحكم للانطلاق في التسديدتين الحرتين اللي ما راحش تغير أشياء كثيرة من المباراة، خاصة وأن نسبة دقة التسديد ضعيفة في هذه المباراة خاصة من طرف صلب عنابة. هناك فرصة أخرى لأنه لاعب من الدفاع طبعا شباب دار البيضاء دخل قبل ما يسدد اللاعب الرمية، دخل في منطقة لهذا تعاد الرمية لكن نفس الخطأ. هنا خطأ من لاعب سينيغالي سوسيدو رقم 9. وشباب دار البيضاء راح يستفيد من رمتين حرتين، وبما انه راه يسجل في الرميات الحرة هذا هذا في صالحه، ما بقاش المقابلة بقى تم ثواني، ولهذا فريق شباب البيضاء فاز بالمقابلة. اذا للاعب عباس النتيجة 8 ثواني تفصلنا عن نهاية هذه المباراة 83-96، واللاعب عباس في الصورة المكبرة في هذه المحاولة للتسديد. طبعا راح نزيد نكرر نقولوا انه نسبة دقة التسديد في الرميات الحرة ضعيفة اليوم كثير، طبعا وكان المفروض تكون اعلى، ولو كانت اعلى اولا راح نشوفوا عدد النقاط اكثر من هذا. طبعا الثواني الاخيرة وتمريرة ضعيفة، تومي يوصل كرة ذكية لعباس، عباس يرتكب مشي حسب مشي بالكرة على حساب عباس. اذا وينتهي هذا اللقاء بنتيجة 83-76 لصالح اتحاد دار البيضاء اللي ممكن راح ينفرد بالمرتبة الرابعة. شكرا بلال وشكرا لكم سيدتي سادتي على حسن المتابعة، الى اللقاء في فرصة اخرى.